بطن أمه وحب أدم يجري بوريدي. يا حدوم تحسين ما ينرد دعاء أنا أنا عملنا هذا اللي تشوفون إن شاء الله خلفنا هو تنظيف قبة الإمام الحسين عليه السلام والإدامة، وهذه الإدامة هي تكون سنوية دورية خصوصا قبل شهر محرم الحرام. وعدنا في البدء أنه أول ما نبدأ بالتنظيف وبالإدامة نبدأ ننقحها مي، نشربها مي، لأن هذا الذهب متكلس عليه مثلا كربون أكسدة من شنو أتربة مال جو، فننقحها تقريبا نص نهار أكثر. ثاني يوم نبدأ بالمسح والجلي وتنظيفها بوصل بازة بيضاء خالصة يعني ما بها ألوان على مود لا تطعن، وهذا كله يكون بجهود ذاتية خالصة، يعني ماكو معونة مثلا إلكترونية أو ميكانيكية، هاي كلها يدوية. وشوفون يعني ما نقول يعني بداية، بس هي هاي اللي الصحيحة. أقرأ اسم حسين عنواني ونشيدي بطن أمي وحب أدم يجري بوريدي، بطن أمي وحب أدم يجري بوريدي.